استقر حجاج بيت الله الحرام في مشعر منى بعد ان توافدوا اليه مع بزوغ فجر يوم العاشر من شهر ذي الحجه لرمي جمره العقبه اتباعا لسنه المصطفى عليه الصلاه والسلام، وادى الحجاج طواف الافاضه محفوفين بكل رعايه وتيسير بما حباهم الله من فضل وعون لاتمام رحله العمر او رحله العمر، كما قام الحجاج بنحر هديهم وحلق رؤوسهم واكمال مناسكهم بهدوء وسكينه. هذا وتبدا اليوم الاربعاء اول ايام التشريق وفيها يتوجه الحجاج الى الجمرات مع صباح كل يوم لرمي 21 حصوه بدايه من الجمره الصغرى ثم الوسطى ثم جمره العقبه الكبرى